معنا تليفونيا دكتور عمر ابو العطا، مسؤول برامج الترصد والاستعداد والاستجابه بمكتب منظمه الصحه العالميه بمصر. اهلا بيك يا دكتور عمر. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بسيادتك يا فندم. يعني مبدئيا كده، في ظل الارقام الاخيره اللي صدرت عن منظمه الصحه العالميه وفيما يتعلق كمان بالداخل المصري، ازاي حضرتك بتشوف مراحل تطور هذا الفيروس ومدى قوته في البلدان المختلفه؟ شكرا على المداخله الكريم. زي ما حضرتك ذكرت، يعني احنا مش هنقدر نفصل مصر عن الوضع العالمي. الاثنين بيأثروا ببعض. الحالات بدأت في مصر من حالات وافده من دول بره مصر، وابتدى يحصل اللي بنسميه زي لوكال ترانسميشن داخلي. الوضع في مصر لحد دلوقتي مطمئن لو قارناه بالدول المحيطه بينا. بؤرة الوباء دلوقتي هي إيطاليا زي ما حضرتك ذكرت. إيطاليا، بعض الدول في أوروبا هي دلوقتي اللي بتشهد العديد من الحالات، سواء حالات الإصابة أو حالات الوفاة. إحنا على شغل دائم مع وزارة الصحة فيما يخص تحديث البيانات، الأعداد المصابين، تتبع المخالطين. فالوضع أنا هقول لحضرتك، يعني الوضع الحالي مطمئن، بس إحنا ما نعرفش بكرة في إيه. علشان كده الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الحكومة احنا شايفين ان هي في محلها، نتيجتها وثمارها هتبان في الفتره الجايه. القصه مش ايام ولا اسابيع، في الفتره الجايه هتبان عن طريق الوعي المجتمعي، عن طريق تفعيل دور المجتمع في تنفيذ الاجراءات، لان الغرض من الاجراءات دي ان احنا نقلل الاماكن الازدحام، الاتصال المباشر، لان دي هي اكتر حاجه تقدر تقطع اللي بيسموها سايكل اوف ترانسفورميشن، او ازاي اقطع وسيله الانتقال العدوى من شخص لاخر. حضرتك عارف طبعا ان المرض ده ملوش تطعيم لحد دلوقتي، ملوش علاج محدد ذو فاعليه عاليه، فكل الاجراءات بتصب ازاي تقطع سايكل اوف ترانسميشن، ازاي اقطع ترانسميشن او انتقال العدوى من شخص لاخر. فانا ان شاء الله متفائل بالايام الجايه، طالما احنا بننفذ الاجراءات، طالما يكون في نظم ترصد قويه، متابعه مخالطين، دي اهم الحاجات. انا مش عاوز الناس تقلق ان احنا كل يوم بنبلغ حالات، ان هي قصه مش 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 عدد. طالما في قدره نظام الترصد على تتبع المخالطين وتحديد مين منهم كان مصاب، انا شايف ان دي حاجه كويسه. مع مرور الوقت ومع الاجراءات ومع، يعني اقول حاجه، القصه دي هتتحسن بثلاث حاجات محدده: ظهور تطعيم، أو وجود دواء محدد، أو يكون في المجتمع ساعتها مناعة مجتمعية اللي بيسموه مناعة القطيع، هيرد اميونيتي. فأنا شايف مع مرور الوقت إن شاء الله الثلاث حاجات دول هيكونوا موجودين في العالم وفي مصر. بس القصة إحنا مش عاوزين العدوى تتم بشكل كبير في وقت قصير، فالمنشآت الصحية تواجه أعداد كبيرة من الناس، ومصر ماشية في الترند ده. أنا شايف إن الحمد لله، يعني الدنيا إن شاء الله مبشرة. يمكن يا دكتور عمر حضرتك أثنيت على الإجراءات اللي اتخذتها مصر على المستوى العام، لكن امبارح طبعا مع بداية تطبيق الحظر كان في مشهدين، مشهد كويس قوي اللي هو بعد الحظر، وان الناس كانت ملتزمة التزام تام، لكن ما قبل تطبيق ساعات الحظر والازدحام اللي كان واضح جدا مثلا في وسائل المواصلات العامة زي المترو وغيره، هل هذا المشهد ممكن يقلق حضرتك؟ شوف، انا هقول لحضرتك حاجة، مفيش اي اجراء هيتم الا وليه تبعات، يعني فاهم قصدي، يعني كل حاجة ليها تبعات. الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه الغرض الاساسي منها بيصب في تقليل الازدحام بقدر الامكان، وتقليل حركه المواطنين بقدر الامكان، لان لو قللت اماكن الازدحام وحركه المواطنين معدلات العدوى هتنخفض، وحتى لو في حالات عدوى بالعكس حالات العدوى هتخلي المجتمع فيه اميونيتي، الهيرد اميونيتي، بس عاوزينها تبقى منخفضه. قصه سؤال حضرتك ان الحظر دي اجراءات الدوله عندها خطه من ثلاث بنود احنا اطلعنا عليها، ليها معايير، المعايير دي بناء على المعايير دي بيتم تفعيل كل مرحله في الخطه. دلوقتي احنا في المرحله دي اللي هي فيها بعض الاجراءات اللي هي حضرتك عارفها طبعا، الغرض منها منع الازدحام، وده نرجع بقى للوعي المجتمعي. يا جماعه اللي ملوش يعني حاجه ملحه انه ينزل من البيت، ما ينزلش من البيت. الفيزيكال ديستنس، ودي اهم حاجه اللي هو البعد، كل ما ابعد عن المسافه ما بين الاخرين من متر لمترين، حتى لو انا هضطر انزل متر لمترين، دي اللي هتقطع دائره انتقال العدوى من شخص الى شخص. لحد دلوقتي، لان كل اللي احنا نعرفه عن اساليب انتقال العدوى للمرض ده هي بتتمثل عن طريق الرذاذ اللي هو دروبليت انفكشن، او التلامس المباشر والغير مباشر. المرض ده لحد دلوقتي لا ينطلق عن طريق الهواء. فالحمد لله دي حاجه كويسه. طب قول لي يا دكتور عمر، بالنسبه لخطتكم للايام الجايه والمراحل الجايه،
هل هي وضحت معالمها ولا لسه؟ الخطة موضوعة من فترة كبيرة، سواء خطة من منظمة الصحة العالمية أو من خطة الحكومة. أنا أقدر أتكلم على خطة منظمة الصحة العالمية اللي أنا بنتمي ليها، وإحنا والاثنين على فكرة بيكملوا بعض. هي الخطة زي ما قلت حضرتك ليها مراحل فيزس، كل مرحلة بيتم تفعيلها بناء على أرقام ومعطيات. مش كون ان بيتم اخذ الاجراءات دي معناها ان احنا في شك او حش، بالعكس دي اسمها اجراءات احترازيه. نعم. يعني انا باخد الاجراءات دي علشان ما اوصلش لحاجه غلط. اذا هي معده سلفا يا دكتور عمر، معده ومجهزه. نعم، معده ومجهزه سلفا. مظبوط. نعم. معده ومجهزه سلفا الخطوات وكل مرحله ازاي تتنشط وتتفعل وايه اجراءات التفعيل ومين المسؤول عن التفعيل والاختصاصات وتسلسل القيادة والأوقات، كل ده موجود في الخطة.